لمصلحة الشبيبة داخل منطقة العملية تايل التمويه يصحح توزيع العرضية بولاويدات يتمكن من الوصول إلى الشباك يفك العقدة التوزيع من حروش ممتازة الانتظار داخل منطقة العمليات تمويه أول من رحال والتوزيع النموذجية الرائعة من حروش على رأس بولاويدات المتابعة للجهة اليمنى مشقن ومحاولة هدف والهدف الأول من بولاويدات في الدقيقة 22 ها هي الخطأ الذي ارتكبه فريق نصر حسين داي في منطقة شبيبة القبائل ثم رجعت الكرة يعني هجمة معاكسة وكما قال كريبازا يستقبل حفيظ العناء يلعب الهجمات المعاكسة تضيع كرة في منطقة فريق شبيبة القبائل استرجعها من عند دياورة مشيت على الجهة اليمنى على عبود يعني فتحة في المستوى في القائم الثاني رأسيد هنا شاهدوا هاي فتحة عبود رأسية محكمة من بن عويدات ما خلت ولا شيء للحارس سليماني.